بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى طبعا داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. وبيبقى حلقتنا عباره عن نصفين، النصف الاول بتبقى مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها، النصف الثاني عندنا فقره حواريه. من احد سياسات النادي الاهلي وهو توارث الاجيال، وان يبقى دايما جيل طالع ولازم يكون وراه جيل جاهز عشان يستلم الرايه، او يبقى في جيل بيعد بعد منه. الحقيقه الاسكواش وهي احد الالعاب الاصيله في النادي الاهلي ضمت نجوم كبار، يعني احنا عايزين حلقه كامله عشان نتكلم على نجومنا في الماضي في لعبه الاسكواش، ولكن نجومنا الحاليين على راسهم مصطفى عسل. مصطفى عسل هو الان رابع العالم، ده بالرانك العالمي عن البي اس اي او رابطه المحترفي الاسكواش، هو الرابع عالميا. الحقيقه مصطفى يعني ليه اخ تاني اسمه مروان، مروان عسل. مروان اصغر من مصطفى يمكن باربع خمس سنين، مصطفى مش لاعب كبير، مصطفى يمكن 21 سنه، مروان يصغر طبعا مصطفى، ولكن الجميل ان مروان بطل مصر كمان. يعني فما شاء الله الاثنين عندهم كتير يقدموه للسكواش المصري وطبعا للسكواش في النادي الاهلي. النهارده حلقتنا هيكون معانا مصطفى عسل عشان نتكلم معاه عن الفتره اللي جايه، تخطيطه ازاي بيخطط عشان يوصل لقمه الهرم العالمي، ونشوف كمان مروان وايه اللي بيحصل ما بينهم بعض كاخوات، وازاي بيحمسوا بعض، وازاي بيحضروا تمارين بعض، يعني نشوف ايه اللي بيدور داخل الاسره بين بطلين كبار وهم مروان عسل خلاص ما شاء الله وصل للرانك العالمي، مصطفى عسل ومروان الصغير طالع ان شاء الله عشان يلحق باخيه. هتبقى ان شاء الله فقره باذن الله تنال اعجابكم. خلينا نروح للحدث الاهم، هو امبارح كان اليوم العالمي للمراه. الحقيقه وده يوم يمكن يعني مهم جدا في حياتنا كلنا، لانه احنا المراه هي الام، هي الاخت، هي الزوجه، هي العمه، هي الخاله، يعني يمكن مش هنبالغ لو قلنا ان المراه اكتر من نصف المجتمع. ولان يعني يمكن مين منا يعني والدته ما كانش ليها فضل كبير جدا عليه في حياته. يعني الحقيقه الابنه كمان ما ننساش، يعني كل ده يعني كان اليوم امبارح يوم او فرصه مناسبه لتكريم المراه المصريه، وكان على راس هذه الاحداث تكريم لفيف من نجوم المجتمع من المراه المصريه، وعلى راسهم طبعا الرياضيات المصريات من قبل السيده طبعا الفاضله انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهوريه في يوم كان جميل الحقيقه، يوم عرفان بالجميل لهؤلاء الابطال. شفنا تكريم يعني يعني نقول بس للايه، للذكر وليس للحصر. شفنا هنا جوده كانت موجوده امبارح، ده طبعا لقطات من التكريم الجميل امبارح اللي تابعناه وشهدناه بشكل كبير، وده اندل فبيدل على اهتمام الدوله المصريه الحقيقه بدور المراه في المجتمع. شفنا تكريم هنا جوده امبارح لاعبه، اهي صوره هنا جوده لسه بنتكلم، وشفنا تكريم هدايا ملاك لعبه التايكوندو، وشفنا تكريم ساره سمير ونعمه سعيد بطلات رفع الاثقال، دي صوره تجمع طبعا بطلاتنا والرياضيات. الحقيقه دور المراه المصريه في الرياضه لا يقل ابدا عن دور الرجل، يمكن اخرها كان اولمبياد طوكيو، حصدنا نصف تقريبا عدد الميداليات اللي حصدناها، هدايا ملاك، فريال اشرف، دكتوره جانا فاروق، يمكن ثلاث ميداليات حصلنا عليها، والمزيد لسه. يمكن لو كنا شاركنا برفع الاثقال كان مش بعيد ابدا يعني ساره سمير تفوز. عندنا نعمه سعيد بطل اولمبيه اولمبيات الشباب، يعني البطلات المصريات ليهم دور كبير جدا في الرياضه الاولمبيه والحركه الاولمبيه. امبارح تكريمهم الحقيقه ده يعني يمكن حاجه او لفته جميله الحقيقه، نتمنى ان شاء الله انها باذن الله يعني ان شاء الله تستمر سنوات قادمه. خلينا نروح لاخبارنا، يمكن هنبتدي اخبارنا النهارده بكره اليد. ماتش خلاص النهائيات ابتدت النهارده، كانت اول مباراه لينا فريق كره اليد الرجال، مباراه الاهلي وسبورتنج. المباراه خلصت منذ لحظات بنتيجه 28-26 بفوز النادي الاهلي. المباراه اتلعبت على مجمع الدكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر، والاهلي دخل المباراه دي عنده نقطه ونص. فريق سبورتنج في المركز الثاني، فريق سبورتنج دخل عنده نقطه واحده في المركز الثالث، طلائع الجيش في الرابع، الزمالك نقطتين في المركز الاول. فريقنا بكره ان شاء الله تلاعب طلائع الجيش اللي هو رابع المجموعه او رابع المتاهلين للدور النهائي. الدور النهائي اربع فرق بالترتيب الجدول، زمالك، اهلي، سبورتنج، طلائع الجيش، هنلعب دورتين مجمعتين.
الدوره الاولى دلوقتي اللي شغاله. يمكن الماتش اللي كان قبلينا كان الزمالك وطلائع الجيش وفاز نادي الزمالك، المباراه الثانيه كانت الاهلي وسبورتنج وفاز النادي الاهلي. بكره ان شاء الله احنا هنلاعب طلائع الجيش والزمالك هيلاعب سبورتنج، بعد بكره احنا هنلاعب ان شاء الله الزمالك، وهيكون مباراه سبورتنج وطلائع الجيش ايضا ثلاث مباريات، وبعد كده ناخد راحه اسبوعين وبعد كده نلعب ثلاث مباريات تانيين ان شاء الله نفوز بالست مباريات البطوله او الدوري في الملعب. مفيش فرق النص نقطه دي هتبقى مهمه لو تعادل الفرقين، انما انت لو كسبت ست ماتشاتك اللي بتلعبهم خلاص انتهى الموضوع. نتمنى كل التوفيق لرجال كره اليد، ونتمنى ان شاء الله ان هم يفرحوا جمهور النادي الاهلي. هننتقل الى كره اليد سيدات، كان عندنا مباراه الاسبوع ده مهمه مع الجزيره في بطوله القاهره والجيزه. طبعا بطلاتنا او نجوم او نجمات كره اليد الفريق الاول فزنا على طبعا فريق الجزيره بنتيجه 33-13. المباراه كانت اتلعبت امبارح على استاد الامير عبد الله الفيصل في مقر النادي الاهلي بالجزيره، والماتش ده بروفه قويه للفرقتين قبل ما يلعبوا بعض من تاني يوم الجمعه الجايه في المرحله الثانيه من الدوري واللي هتبدا بالماتش ده اهلي جزيره. فرقتنا هتلعب تاني ماتش ليها يوم السبت مع نادي الزمالك باذن الله على صاله الامير عبد الله الفيصل. ولكن يمكن الحمد لله رب العالمين الكلام اللي احنا نادينا بيه منذ البدايه ان هو دوري السيدات لابد ان يتم النظر فيه، لانه ما فيش اي استفاده انه فرقه تكسب فرقه فرق 30 جون او 40 جون، ما فيش استفاده للفريقين، للفريق الكسبان والفريق الخسران. يعني لو قلنا الفريق الكسبان مثلا نتيجه زي ماتش الجزيره، بس خلينا الجزيره يمكن كان حاله خاصه، لكن في مباريات بتخلص 40-4 45-3 المباريات دي ما فيهاش استفاده. ولكن عرفنا من مصادرنا ان شاء الله السنه الجايه هيتم تغيير نظام دوري السيدات، هيبقى في 8 كبار هم اللي بيلعبوا مع بعض، هم اقوى 8 وفي 8 برضه مدوري ممتاز ولكن مستويات متقاربه، وبيتم تصعيد وهبوط الفرق بشكل دوري ما بين الشقين. ولكن انت هنا هتضمن دوري قوي، يعني البنات تستفاد بيه واللاعبات، وفي نفس الوقت المنتخب لما يجي يتجمع هيلاقي لعبته لعبه ماتشات قويه، لان ما فيش اي معنى خالص نلعب يمكن 10-15 ماتش ورا بعض وما فيش اي استفاده، مجرد انت هتتصاب وهتتعرض لضغوطات بدون اي استفاده. فيبدو ان اللجنه المؤقته لاتحاد كره اليد كانت تعلم هذا الموضوع جيدا، والحمد لله تم الاستجابه للصح. احنا ما بنقولش راي يعني لينا فيه مصلحه، لكن بنقول اللي شايفينه احنا مصلحه للرياضه المصريه. طيب هنروح لكره السله، كره السله رجال خلاص المنتخب رجع، بدانا الدوري والكاس. النادي الاهلي كان عنده مباراه مع اصحاب الجياد، المباراه كانت اتلعبت امبارح ايضا على صاله الامير عبد الله الفيصل، فزنا في المباراه بنتيجه 84-64 فرق 20 نقطه. طبعا المباراه اللي جايه هتكون مع نادي الزمالك يوم السبت القادم قبل النهائي. الزمالك فاز الناحيه الثانيه مباراته وتاهل لدور قبل النهائي، كسب الاتصالات، وان شاء الله هيكون المباراه اللي جايه هتبقى في مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعه 8:30 يوم السبت. كل التوفيق لفريقنا، يمكن عندنا بعض الاصابات، عندنا عمر عزب رجع مع المنتخب مصاب، عندنا عمر طارق رجع مع المنتخب ايضا عنده اصابه في ركبته. عمر عزب اصابته هتقعد فتره طويله شويه، يمكن عنده كسر في الانكل، ودي الحقيقه اصابه من الاصابات اللي احنا الحقيقه ما بنشوفهاش الا في حوادث السيارات الحقيقه بعد الشر يعني، انما ما شفتش الملعب كسر في الانكل ده كتير، ممكن يجي تهتك سبين انكل جامد، انما كسر في شظية الانكل دي حاجه ما شفتهاش انا بتاريخي كله. الحاجه الثانيه انه عمر طارق وقع ركبته في المنتخب في السنغال، حصل نزيف داخلي في الركبه، عمل تجمعات، محتاج علاج طبيعي، ولكن الحمد لله ما فيش تدخل جراحي. طب هياخد قد ايه؟ اسبوعين. طب فات منهم قد ايه؟ فات 4-5 ايام، يعني بنتكلم ان شاء الله على المباريات المهمه يبقى عمر طارق موجود. الحقيقه الاسبوع ده عندنا مباريات كتير قويه، مباريات قمه الحقيقه الاسبوع ده ورا بعض. عندنا الجمعه ان شاء الله دوري محترفين كره اليد اللي احنا كنا لسه بنقول من شويه، مباراه الاهلي والزمالك اللي هتتلعب على مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعه 6. المباراه دي مهمه جدا في مشوار الدوري، ده اول لقاء هنلعب لقاءين، ده اول لقاء منهم في الدوره المجمع الاولى، ده يوم الجمعه. يوم السبت اللي وراه على طول عندنا مباريتين، دوري كره اليد سيدات الاهلي والزمالك على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، والمباراه الثانيه نهائي كاس مصر او قبل نهائي كاس مصر، انا اسف، قبل نهائي كاس مصر لكره السله الساعه 8:30 على مجمع الدكتور حسن مصطفى. يوم الاحد عندنا مباراه الاهلي والزمالك ولكن في كره الطائره، المباراه هتكون في صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، هتبقى الساعه 8 مساء باذن الله. بالمناسبه هنقول لكم الاخبار دي كلها جايه، ولكن انا بديكم
ملخص للمباريات الاسبوع الجاي. يوم الاثنين دوري السيدات الكره الطائره الساعه 6 مساء، النادي الاهلي لم يتحدد على الصاله الكبيره او الصغيره، برضو الاهلي والزمالك بس ما تحددش هنلعب على الصاله الكبيره ولا الصاله الصغيره. خمس مباريات ولكن هتبقى عندنا في الاهلي، هي في الاهلي ولكن في الصاله الكبيره او الصغيره لسه ما تحددش على حسب البث التلفزيوني، لان الحقيقه في الصاله الصغيره بيبقى الارسال صعب شويه منها، ولكن الصالة الكبيرة على حسب البث التلفزيوني هتبقى هناك ولا مش هناك. دول خمس مباريات او المهمين عندنا الاسبوع ده، يمكن اسبوع حافل بالمباريات مع نادي الزمالك. طيب هنروح لكرة، يعني خلينا نتكلم الاول عن كرة السلة. الرجال عندنا قبل النهائي نلعبه، هنخلص قبل النهائي الحقيقة لم يتحدد ميعاده حتى الان. طيب يوم الاثنين قبل النهائي تحدد خلاص، يوم السبت عندنا النهائي هيبقى يوم الاثنين. غالبا النهائي يعني المتوقع هيبقى اتحاد اسكندري، فاذا ربنا كرمنا ان شاء الله وتخطينا الزمالك باذن الله يوم السبت، ان شاء الله هيبقى عندنا يوم الاثنين باذن الله مباراه هتبقى الاتحاد الاسكندري. يا رب كل التوفيق لكره السله، دي رابع بطوله الحقيقه يشارك فيها مستر اجوستي بوش السنه دي كمدير فني، لانه طبعا الثلاث بطولات اللي فاتوا فاز فيهم، بطوله القاهره، بطولة العربية، وبطولة المرتبط، يمكن دي رابع بطولة لمستر أجوستي بوش المدير الفني في وقت صعب الحقيقة، عنده إصابات يعني لعيبة رجع من إصابات زي مروان سرحان، عبد الله ناصر، لعيبة مجموعة كبيرة برضو رجع من إصابات. كاميرا الأبطال كانت موجودة في آخر ماتش لينا مع الجياد، صورنا التقرير ده نتفرج عليه ونرجع لحضراتكم تاني. الحمد لله على المكسب، واكيد في يعني فريق الجياد اجتهد، اكيد في فرق امكانيات ما بين الفرقتين، بس هم اجتهدوا ولعبوا ماتش كويس جدا، وهم فرقه محترمه ومعاهم كابتن وسام مجاز على اعلى مستوى. اكيد دي مرحله مهمه، الماتش الجاي هيبقى سيمي فاينل الكاس، ان شاء الله نعدي فيه، هيبقى كده هيبقى فيه فاينل كاس. ماتشين يعني، ماتش جاي زمالك، الماتش اللي بعديه هيبقى كسبان من الجيش والاتحاد. ماتشات يعني هتخش في مرحله اصعب، ان شاء الله مركزين، بالرغم ان يعني لينا يعني كومنت كده ان احنا بقالنا شهر واكتر واقفين. المفروض يعني عايزين نتفادى الموضوع ده في المستقبل، ان احنا الطبيعي ان احنا نخش يعني نرجع من التوقف على مباريات، تبدا تجهز قوي اللعيبه الاول للمباريات الحاسمه. يعني كان ممكن نبدا بالبيست اوف 5 اللي هو في دور الثمانيه للدوري، وبعدين نبدا نلعب كاس مصر، لان انت بتتكلمي على ماتشين ثلاثه بيحسموا بطوله، فطبيعي ان اللعيبه تبقى في التوب فورم بتاعها، اللعيبه تكون واخده ماتشات، ما نجيش يعني زي ما بيقولوا كده من الدار للنار، يعني ما نجيش ان احنا واقفين خالص، نلعب ماتشين برتم عالي زي الماتشين اللي جايين مثلا زمالك او اتحاد، وده بيؤدي اصلا لاصابات سواء للاعبتنا او اللعيبه الفرق الاخرى. يعني احنا عندنا ماتشات كتير واصابات كتير، احنا لغايه دلوقتي عمر طارق ما دخلش معانا، بيدو ما دخلش معانا، مروان سرحان، عمر عزب، اربع خمس لعيبه منتهى الاهميه طبعا الفرقه، لكن احنا مش هيبقى في اي اعذار للاصابات، احنا هنقاتل على المكسب باي خمسه في الملعب ان شاء الله باذن الله، نحاول نجيب البطوله دي كمان ان شاء الله مع البطولات اللي فاتت السنه دي، وان شاء الله يبقى الكاس من نصيبنا باذن الله. الماتش ده طبعا فرقه محترمه وكل حاجه، بس احنا هدفنا السيمي فاينل والفاينل، البطوله كلها عموما، واحنا كنا بنجهز الماتش ده يعني لماتشات الثانيه السيمي فاينل والفاينل، والحمد لله يعني على المكسب وكل حاجه، بس يعني كان في احسن من كده، والكوتشالينج طبعا كان في احسن من كده، بس احنا مركزين اكتر في الفاينل والفاينل ان شاء الله. مستر جوستي طبعا مجهز للحوار ده من بدري، لعيبه المنتخب كان بيتمرن واحنا هنا كنا بنتمرن برده، ويمكن اكتر من بتوع المنتخب، عشان دايما نفضل جاهزين، وطبعا زي ما احنا عارفين الاهلي محضر، احنا جاهزين لاي حاجه يعني ان شاء الله. الحمد لله على الفوز، الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله احنا داخلين بطوله، ده حصاد الموسم كله، كاس مصر والدوري، هنبدا ان شاء الله بكاس مصر، ده اول ماتش، الحمد لله بدايه كويسه للفريق. الصراحه الماتشين الوديين اللي احنا لعبناهم فرقوا معانا، عشان التوقف اللي انت بتقولي عليه، اللي هو قعدنا بتاع حوالي شهر ما فيش ماتشات، فلعبنا ماتشين وديين، يمكن اخذنا مود الماتشات شويه. مركزين الحمد لله، وربنا يكرم السيمي فاينل فاينل باذن الله. احنا عندنا هدف واحد وهو الفوز، اللي موجود هيشيل، وده اللي تعودنا عليه دايما في النادي الاهلي، ان انت بتنزل تموت نفسك وبتعمل اللي عليك، والتوفيق ده بتاع ربنا. يعني طبعا نفسنا ان احنا نبقى كاملين زي اي فرقه ثانيه ونلعب كاملين، وده هيفرق معانا جدا، بس خلاص احنا اتحطينا في ظروف دلوقتي ان اللي موجود هو اللي لازم يشيل، وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله ونكسب البطوله باذن الله. وعندنا ان شاء الله الزمالك في السيمي فاينال يوم السبت، كوتش هيبدا يركز عليه من بكره ان شاء الله في التمرين، هندخل في معسكر وربنا يكرمنا في اللي جاي، يعني ناخد ماتش بماتش، يعني بلاش نسبه الاحداث.
زي ما حضراتكم سمعتم معانا، يعني الفريق بيعاني من الغيابات. يعني الحقيقه اكتر فريق تضرر من تجميعة منتخب مصر اللي فاتت، يمكن وده واجب وطني لا مفر منه، بس يمكن الحظ السيء هو اللي يمكن هو اللي يمكن اكتر لعيبه، او يمكن ما فيش حد من الانديه الاخرى اصيب. الاصابات كلها كانت يمكن هي في النادي الاهلي، عمر طارق، بيبو زهران، انا اسف، عمر طارق، عبد الله ناصر، عندك عزب، سيف سمير كمان رجع مصاب ولكن اتعالج. فالحقيقه الاصابات، ولكن زي ما حضراتكم شايفين اللعيبه ما بتديش اعذار، ولكن كل التوفيق، كل التوفيق طبعا للفريق. واكيد مستر اجوستي بوش يعني عنده الكثير في جعبته، لانه من اول يوم عامل حساب هذا اليوم وطلع ناشئين كتير، شارك لعيبه، اداهم خبرات. يعني حتى بيبو زهران شايفينه شارك في المباراه برغم انه عنده 18 سنه، ولكن هو الحقيقه يعني ما عندوش السن، مش فارق مع مستر اجوستي، وعنده اداء هتأدي ايا كان سنك هتقعد في الملعب. خلينا نروح لكرة السلة سيدات، عندي كلام كتير جدا عايز اتكلم فيه. أولا كرة السلة سيدات تعرضنا لهزة شوية في المستوى، إصابات بداية الموسم، ثريا اتصابت، أحد أفضل اللاعبات مش في مصر، في أفريقيا كلها، ويمكن كان عندهم مباراة، يمكن عندهم أول مباراة جاية هي مباراة الشمس في ربع نهائي دوري سوبر سيدات السلة، ده أول مباراة في من دور الثمانية، الأول بيلعب الثامن دي أو الثاني بيلعب السابع، دي أول مباراة في السلسلة بتاعة الأدوار الإقصائية. الماتش هيكون طبعا قدام نادي الشمس بكرة الساعة 6 على صالة الشهداء، الصالة الصغيرة في أهلي الجزيرة. فرقتنا كانت خلصت زي ما حضراتكم الدور الترتيبي في الثاني، عشان كده احنا بنلعب الشمس اللي في المركز السابع. الماتش ده صعب جدا، ليه بقى هنقوله لحضراتكم؟ لأنه طبعا كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق السابق بعد مباراة سبورتنج اللي في نهائي كأس مصر واللي انتهت بفوز نادي سبورتنج، قدم استقالته. كابتن علي هاشم يعني حس انه خلاص هو الفرقه محتاجه تغيير. احنا هنا بنحيي كابتن علي هاشم، عمر ابدا خساره بطوله او اتنين يا كابتن علي ما يعني هتمحو التاريخ الكبير اللي انت عملته خلال 3-4 سنين مع النادي. خدت بطولات كتير، يمكن انت اول صاحب مدير فني صاحب مركز الحقيقه في افريقيا، خدناه ثالث افريقيا، والحقيقه يعني بطولات كتير وسوبر وبطولات مرتبط، يعني كل الكلام ده كابتن علي عمره ابدا ما يتنسي. بنشكرك، ان شاء الله ربنا يوفقك في الخطوه الجايه، لتولى المسؤوليه من بعد منه كابتن طارق خيري المدير السابق الفني للفريق الاول واحد طبعا نجوم النادي الاهلي في جيله الذهبي، تولى المسؤوليه. الماتش الجاي صعب، عشان كده تغيير جهاز فني بسيستم جديد بروح جديده بشكل جديد على ادوار الاقصائيه. نتمنى التوفيق ليهم ان شاء الله، اللاعبات يخرجوا يعني يخرجوا من الحاله الاحباط هما فيها ان شاء الله. اللي جاي عندنا لسه بطوله مهمه وهي دوري السوبر، ان شاء الله هم قادرين او قادرنا ان هم يقدروا يفوزوا بالبطوله القادمه، بس محتاجه شويه تركيز، والدفاع الدفاع الدفاع مشكلتنا هي الدفاع. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، هنروح لقطاع الكره الطائره، قطاع الكره الطائره سواء رجال او سيدات. هنبتدي بالرجال، يمكن الدوري كان مجموعه طويله من التصفيات، تاهل 8 فرق، اتحاد الكرة الطائرة قرر انه ياخد الثمان فرق دول يلعبوا دور من دوري من دور واحد عشان يرتبهم من 1 لـ8، وهقول لكم ليه. سمى الدوري ده دوري النخبة، اللي هم الثمان فرق اللي طلعوا من 24 فريق تأهلوا للنهائيات. الثمان فرق دول اللي هم طيران طبعا رأسهم الأهلي، الأهلي، طيران، الاتحاد الاسكندري، سموحة، اليوبس، بتروجيت، طلائع الجيش، الزمالك. النادي الأهلي لعب، هو قسم المباريات، كل فرقة تلعب 7 مباريات، 3-3-2 3-3 أو 2-3-2 2-3-2 تمام، او انا اسف 3-2-2 انا اسف 3-2-2 قسم المباراه كده، كل فرقه بتلعب 7 مباريات. النادي الاهلي فاز في كل مبارياته اللي فاتت بنتيجه واحده 3-0 ما شاء الله. فزنا احنا على الطيران والاتحاد الاسكندري وسموحه واليوبس وبتروجيت بنتيجه واحده زي ما قلت لحضراتكم 3-0. المباريتين الفاضلين مع طلائع الجيش والزمالك، خلاص احنا اول دوري النخبه بصرف النظر عن نتيجه المباريتين القادمتين، طلائع الجيش والزمالك، احنا اول خلاص، فاحنا هنلعب الثامن. طيب الماتشات هيحصل ايه؟ هنترتب من الاول للثامن، الاول هيلاعب مين؟ هيلاعب الثامن، الثاني هيلاعب السابع، وهكذا في دور اقصائي الافضل في 3 مباريات، هيلعبوا 3 مباريات، اللي يكسب مباريتين يتاهل للدور قبل النهائي، وبعد كده هنبقى الافضل في 5 مباريات. بعد كده اللي هيكسب 3 مباريات من 5 هيطلع النهائي، النهائي عشان تقول انت كسبت نهائي تكسب المنافس 3 مباريات من 5. الحقيقه فريقنا بسم الله ما شاء الله ماشيه كويس جدا، المباراتين اللي جايين هيتلعبوا على يعني يوم السبت والحد على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، طلائع الجيش الاول وبعد كده
الزمالك. كل التوفيق. خلاص الدوري لو قلنا ان فريق النادي الاهلي فاضل له كام مباراه نعدهم لكم، يعني ما فهمش جديد. مباراتين فاضلين في دوري النخبه، هنطلع على دور الثمانيه ان شاء الله هيكونوا مباراتين فقط، يبقى كده اربعه ان شاء الله قبل نهائي باذنك يا رب نقول ثلاث مباريات، يبقى دي سبعه نهائي باذن الله، ثلاث مباريات 10 مباريات. يعني فريق كره الطائره عنده مثلا 10 مباريات في حاله لا قدر الله خسرنا مباراه ولا حاجه في سكه، ممكن 10 11 12 مباراه بكتير قوي يكون موسم كره الطائره انتهى مع الكاس. فاضل لنا قبل النهائي والنهائي يعني بنتكلم في 13 14 ماتش، ده عدد مش كبير في الالعاب الاخرى. يمكن في كره القدم 14 ماتش ب 14 اسبوع، لا الالعاب الاخرى 14 ماتش دول ممكن يخلصوا لو كسفتهم انت بتلعب مباراتين ثلاثه ورا بعض غير كره القدم. هننتقل على طول على الكره الطائره سيدا. كان عندنا مباراه مع سبورتنج، كانت مباراه مهمه جدا، يمكن الشوط الثالث شهد يعني منافسه قويه. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله سبورتنج باسكندريه، والحقيقه الصاله دي يعني برضو يعني ناس كتير ما بتحبش تلعب عليها وفرق كتير، وجت نتائج الاشواط كالتالي 25 14 مش حاجه. الصاله مش عشان هي يعني زي اليد او بتاع، لا الصاله ضيقه شويه فاللعيبه ما بتحسش قوي بابعاد الملعب. وجت النتائج الاشواط كالاتي 25 14 25 22. الشوط بقى الثالث خلص كام؟ 29 27. هي كانت هنا الشوط كان يعني مأزم، بس ده خبره حلوه من وقت للتاني لازم تعمل شوط كده وتكسبه عشان تفوق وتبقى انت يعني عندك خبرات حسم المباريات في الاوقات المهمه. فرقتنا طبعا بتصدر الدوري برصيد 60 نقطه بدون ولا هزيمه بفارق 8 نقاط عن الصيد واللي بيجي ورانا في المركز الثاني. الاهلي هيلعب الماتش اللي جاي مع الوصيف نادي الصيد في صاله اكتوبر ان شاء الله، في صاله 6 اكتوبر على صاله نادي الصيد في 6 اكتوبر. فرقتنا كده ضمنت الصعود للدور النهائي اللي هيضم اربع فرق طبعا متصدره بفرق كبير، فخلاص الحمد لله احنا ضمننا. ونفس الكلام بالنسبه للكره الطائره سيدات، الدوري في اخره، نفس الكلام بالنسبه لكره السله رجال. يعني خلاص احنا بنتكلم احنا في الابروتش في خلاص وقت الحصاد، بنتكلم الشهر اللي جاي او الشهر ونص يعني لغايه رمضان، ونخش في رمضان كمان 15 يوم وشكرا انتهى الموسم. وهنا هيبتدي بقى كل الانديه وتبتدي كل الفرق تبتدي تبص تشوف ايه الوضع وتقيم تجربتها هذا العام، وطبعا الراس هذه الانديه النادي الاهلي. لو تفتكروا حضراتكم كنا عندنا حلقه من يومين او حلقتين ثلاثه كانت عند الجمباز، وكان معانا الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز والمدير الفني، وقلنا ان الجمباز يعني في حته ثانيه الحقيقه في النادي الاهلي. واحد الاخبار المتعلقه بالجمباز واللي بتثبت صحه كلامنا، جمباز الاهلي الناشئين يتوج ببطوله الجمهوريه، وده طبعا صوره كابتن محمد فؤاد المدير الفني اللي كان مشرفنا منذ حلقتين. فريق جمباز بالنادي الاهلي الناشئين تحت 15 سنه حقق المركز الاول والميداليه الذهبيه في بطوله الجمهوريه واللي اتلعبت على صاله نادي مدينه نصر. الاهلي اللي حقق المركز الاول بعد ما فاز بست ميداليات ذهب، خمسه فضه، اثنين برونز، سته ذهب، خمسه فضه، اثنين برونز. فنلاقي اللاعب شرف الدين محمد حقق المركز الاول في جهاز حصان الحلق، والمركز الثاني في جهاز حصان القفز، والمركز الثاني في جهاز العقله، والمركز الثالث في جهاز المتوازي، وحقق المركز الثاني في الفرد العام. ده لاعب واحد، احنا بنتكلم على لاعب واحد ما كملش 15 سنه، بسم الله ما شاء الله عليه. وعايز اقول لكم ان الجمباز عباره عن ست اجهزه عشان بس حضرتك تبقوا عارفين، الجمباز مش 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 فرع واحد، هم ست افرع، ست اجهزه. كمان حقق اللاعب مازن حازم المركز الثاني في جهاز الحلق، والمركز الثاني في جهاز المتوازي، والمركز الثالث في جهاز حصان الحلق، والمركز الرابع في الفردي العام. الجهاز الفني طبعا زي ما قلت لحضراتكم بيضم مين؟ الدكتور محمد فؤاد اللي اتكلمت عنه من شويه، والدكتور والكابتن طارق حلمي مدير اداري الجهاز، والدكتور يحيى مصطفى اداري قطاع الرجال، والكابتن وائل ياسين اداري قطاع الاسات. اما الجهاز الطبي للفريق فبيضم الدكتور احمد مسعد طبيب الجهاز، والدكتوره امينه عمرو للعلاج الطبيعي. واحنا حريصين دايما في كل اخبارنا نقول اسامي الاجهزه الفنيه وكل تشكيلات الفرق. ليه؟ لان ده حقهم، الناس دي بتلعب بتاخد بطوله، من حقهم ان احنا نذكرهم ونتكلم عنهم، فبنقول دايما اسامي اللعيبه اللي خدت عملت انجازات، وبنقول كمان اسامي الجهاز، لان في جهد وعرق ورعايه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي لهذه الالعاب، فحقهم ان احنا نحط الضوء عليهم. وكده تكون خلصت اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. بس اخبارنا خلصت؟ لا، مكملين مع حضراتكم اخبارنا ولكن المحليه. منتخب اليد بيستعد لمباراتين وديتين مع البرازيل في اجندته الدوليه. منتخبنا الوطني الاول لرجال كره اليد بقياده مديره الفني روبرتو جارسيا باروندو هيلعب ماتشين مع منتخب البرازيل في الاجنده الدوليه، واللي هتكون كمان حوالي اسبوع او 10 ايام.
المنتخب هيلعب مع البرازيل ماتشين 17 و19 مارس اللي احنا فيه على صاله المركز الاولمبي بالمعادي. الماتشين دول هيبقوا جوه الاجنده الدوليه، وده هيخلي اللعيبه المحترفه بتاعتك تيجي وتشارك في الماتشين، وهيكونوا اعداد كويس طبعا لامم افريقيا اللي هتبقى في شهر 6. فكر حضراتكم طبعا الاتحاد الافريقي اجل بطوله افريقيا من شهر 1 لاسباب ما نعرفهاش حتى شهر 6. ما قالش ما اعلنش على اسبابه، ولكن اكيد طبعا جائحة كورونا كان ليها دور كبير في هذا القرار. البطولة هتبقى في شهر 6 في المغرب في مدينة أغادير، وهي المدينة اللي دائما أبدا بتستضيف فعاليات ومسابقات كرة اليد الأفريقية، وأحد يعني المدن أو معقل كرة اليد في المغرب. طيب أنا عايز أتكلم عن المنتخب اليد. شايفين يعني منتخب اليد أو اتحاد كرة اليد أو السيستم اللي بيعمله كرة اليد، إنه كل توقف بيعمل ماتشات دولية عشان يبقى دايما المنتخب صاحي. هات لي منتخب تاني في مصر بيعمل كده غير كرة اليد. مفيش. سلة ما بيعملوش كده، طايرة ما بيعملوش كده، الألعاب كلها ما بتعملش كده. طب ليه؟ إيه اللي ينقصنا إن احنا نعمل كده زي اليد؟ سواء الطايرة طبعا اتحاد جديد جاي، أتمنى إن شاء الله إن ده في عمل دوري قوي، الحقيقة الدوري السعودي قوي جدا، ولكن نتمنى نشوف يعني نفس اللي بيتعمل في اتحاد اليد يتعمل في اتحادات أخرى. بعد كل 40 يوم 30 يوم نشاط محلي ستوب، اخد منتخبي اروح العب ماتشين مع فرقتين منتخبات، مش هروح العب انديه، العب منتخبات زي اللي هقابلهم واللي بشوفهم والمدارس اللي انا بشوفها، اروح العب ماتشين جامدين وارجع اكمل المحلي تاني. في الوسط ممكن اجمع المنتخب تمرينتين ثلاثه كل اسبوع. خلي بالكم مدير فني المنتخب مستر روبرتو هو بيمرن في المانيا، مسك احد الفرق الالمانيه، هو احد المرشحين لافضل مدير فني في العالم سنه 2021، وهو يستحق لانه الحقيقه خد منتخب مصر الحمد لله رب العالمين، عمل معاه نتائج كويسه، وكان الاولمبياد زي ما حضرتك شفتوا خدنا رابع وكنا نستحق ميداليه. ولكن اللي عايز اقوله انه متى سيتعلم الاتحادات الاخرى من اتحاد كره اليد؟ انا بقول السؤال ده بقالي سنين. الموضوع مش مكلف، انت النهارده البرازيل جايه تلعبك فين في المركز الاولمبي في المعادي؟ يعني معنى كده ان البرازيل هتقعد في المركز الاولمبي في المعادي، وهو احد المنشات الرياضيه التي تملكها الدوله المصريه، وتم تجديده منذ فتره قليله، بقى حاجه جميله جدا، فندق وجنبه صاله في نفس المكان، بتنزل من اوضتك خطوتين تكون في ملعب الكبير بتاع، عندنا في ملعبين في المركز الاولمبي وياما عسكرنا فيه، بس احنا عسكرنا فيه قبل التطوير. فقصدي اقول لكم ده مش هيكلف منتخب مصر حاجه، دعوه للبرازيل وتيجي يلعبوا ماتشين شكرا مع السلامه، لعيبه المحترفه جايه، هو ده الكلام. انما ان انا اقعد منتخب ما يقعد بالست شهور ما يشوفوش بعض والثمان شهور ما يشوفوش بعض وبعد كده هوب اروح مجمع المنتخب وعايزه يطلع كاس عالم، طب ازاي؟ ازاي وما فيش اعداد؟ ازاي واللعيبه دي اول مره تلعب مع بعض؟ هو ده السؤال اللي انا بتساءله. كل التحيه لاتحاد كره اليد والاسر كره اليد كلها الحقيقه، لانه اي اتحاد بيروح ويجي هي نفس السياسه اللي اسسها العظيم الدكتور حسن مصطفى منذ القديم الازل من بدايه طفره كرة اليد في أوائل التسعينات. من ضمن الأخبار اللي بتساعدنا هو هي البطولات الدولية والعالمية. كان في بطولة الرماية بتنظم على أرض مصر منذ أيام. جات لنا إشادة أو جات للاتحاد المصري للرماية برئاسة طبعًا اللواء حازم حسني إشادة من الاتحاد الدولي بتنظيم مصر لكأس العالم للرماية. وهو خبر الحقيقة يسعدنا عشان الناس تشوف الحقيقة مصر، الرياضة بتبين كل شيء، بتبين البنية التحتية، بتبين النظام، التنظيم، الثقافة، كل شيء. الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني استلم خطاب من الاتحاد الدولي بيشيد بيه بتنظيم مصر لبطولة كأس عالم الرماية بالبندقية والمسدس، واللي اتلعبت على مدينة الرماية الجديدة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. الاتحاد الدولي أكد أن مصر نظمت بطولة بشكل احترافي ومميز جدا في ظل مشاركة عدد كبير من الرماة على مستوى العالم، لأن البطولة دي شارك فيها أكثر من 500 رامي ورامية من 65 دولة. البطولات الكبرى دي بيكون ليها أثر كبير إيجابي في كل المجالات، لأن دي قوة ناعمة بتشوف بلدك وسط فين الناس بتيجي. النهاردة 65 دولة موجودة، 65 وكالة إعلام، لو إحنا افترضنا أن وكالة إعلام رياضية واحدة اللي بتغطي الحدث ده في كل دولة، فعندك 65 وكالة أنباء عالمية دولية بتغطي بطولات زي دي عندك. ما بالك بقى لو كله بينن على كله، بتلاقي كل الأنظار بتيجي عند مصر. النهاردة البطولة دي اتنظمت في العاصمة الإدارية، أحد أكبر المشروعات الكبيرة اللي مصر بتقودها، يعني طفرة كبيرة جدا. يمكن المدينة الأولمبية دي احنا بنحلم إن شاء الله إن احنا شفنا خلاص حاجات بدأت تخلص، الرماية خلصت، السباحة منذ أيام شفتها على
السوشيال ميديا صور لمجمع السباق، حاجه فخمه جدا جدا جدا. اذا ليه لا مصر ما تستضيفش الاولمبيات؟ وده حقنا وده وضع طبيعي ان مصر تستضيف الاولمبيات طبعا. ومصر اصبحت الفتره الاخيره قبله الرياضه في مصريه. الخبر اللي جاي معاه كمان بيدل على ده، 28 دوله، ده الخبر الجديد بقى، 28 دوله بتؤكد مشاركتها في كاس العالم للخماسي الحديث في القاهره. ودي احد الاخبار اللي احنا شايفينها جميله جدا، وان طبعا عدد كبير من الدول 28 دوله هيشاركوا في هذه البطوله، وهتتلعب على ملاعب الجامعه الامريكيه بالتجمع في الفتره من 22 ل 27 مارس اللي احنا فيه. البطوله هيشارك فيها كام؟ 200 لاعب ولاعبه من 28 دوله، عدد كبير جدا من الدول، بالرغم من منع لعيبه روسيا وبيلاروسيا من المشاركه من الاتحاد الدولي. في حاله مشاركتهم كانوا هيبقوا 30 دوله، وكمان غياب لعيبه اوكرانيا يبقى 31 دوله كانوا موجودين المفروض يجوا بسبب حظ الطيران طبعا المفروض على اوكرانيا، او يعني ما فيش طيران في المطارات الاوكرانيه. الوفود اللي هتشارك في البطوله هتوصل يوم 20/21، هيبقى الاجتماع الفني للسيدات، وبدايه من يوم 22 هتبدا منافسات تصفيات السيدات، ويوم 23 هتبقى تصفيات الرجال، وهتكمل البطوله لحد يوم 27 مارس اللي احنا فيه. بالتوفيق للاعبه منتخبنا واللي دايما بيقدموا مستوى جيد، وكنا عندنا ميداليه الجندي حصل عليها ميداليه فضيه من الخماسي الحديث، وهي احد الالعاب اللي فجاه ما شاء الله تحت رعايه الدكتور او الكابتن او المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد وامين عام اللجنه الاولمبيه منذ تولي المسؤوليه في الاتحاد الحقيقه، وده احد الاتحادات الناجحه. يعني افتح قوس كده، حط الجمباز، حط السلاح، حط الخماسي الحديث، حط الكاراتيه، حط اتحادات نشيطه، اتحادات بتبذل مجهود. نتمنى القوس يكبر، البعيد لازم يلقى له مكان، القطر ماشي والطفره في الرياضه بتحصل خطوه بخطوه، ومحتاجين كل الناس تبذل مجهود. والحقيقه كده اخبارنا انتهت، يا رب نكون قدرنا نجمع لكم كل الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه الفتره اللي فاتت. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل بفكركم هيكون معانا الاخوين عسل مصطفى ومروان نجوم الاسكواش، نجم كبير عالمي ونجم في الطريق مروان طالع، هنعرف كل امالهم وطموحاتهم وما هو قادم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالاخوين عسل. الاول طبعا نرحب بنجمنا الكبير رابع العالم واحد طبعا النجوم اللي صاعدين بقوه الصاروخ، والحقيقه اثبتوا يعني مستوى رائع في سن صغير. مصطفى عسل اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك يا كابتن عسل، منورنا ووحشتنا. ضروري والله، ده بيتي يعني، ووحشتني كتير والله، وكل الطاقم وكله يعني سعيد ان انا هنا تاني، ودايما يعني بيتي. منورنا يعني. وهنتكلم بقى في حاجات كتيرة ان شاء الله مصطفى. مصطفى الحقيقة بالمناسبة ليه اخ برضه صاعد بسرعة الصاروخ، واخ كمان مجتهد جدا، عنده 13 سنة، يمكن مصطفى 21 نقول 21 مجازا. مروان عسل عنده 13 سنة، بطل جمهورية، راجل يعني مستوى جيد جدا، يعني لما يجي مصطفى يبتدي ها تلاقي ان شاء الله باذن الله يكون اخوه مروان طالع في الطريق. مروان اهلا بيك. ازي حضرتك؟ منورنا في قناه الاهلي. الحمد لله. ايه هنبتدي بقى؟ ايه الاخبار؟ كله زي الفل. قول لي انت في السكواش بتلعب تحت 13 دلوقتي ولا تحت 15؟ لا تحت 15، لما تتم السن بيبقى بلعب فوق. يعني انت دلوقتي بتلعب 15؟ حلو. عملت ايه في 13؟ 13 اول على سني الحمد لله. اول على سني. يعني انا الكلام اللي بقوله صح؟ صح. لما بتطلع 15 بيبقى الرانك متاخر شويه. ليه؟ لان انت لسه طالع، بتلعب ثلاث اربع خمس بطولات ورا بعض، بعد كده بتستعيد الرانك بتاعك. ايوه، عندنا بطوله الجمهوريه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله هتتلعب في مدينتي. ايوه صح. شفت انا مذاكر اهو، ما انا على الجروب معاكم. طيب قول لي، طيب يعني هتلعب تحت 15؟ تحت 15. اول بطوله ليك ولا لا؟ دي ثالث بطوله. تاد بتقول لي عملت ايه في البطولتين التانيين تحت 15؟ اخدت اول في بطوله نادي الجزيره ما شاء الله، او بطوله المنطقه اخدت ثالث. كويس، هايل. دلوقتي انت جمع نقط دلوقتي رانك 3. 3 بسم الله ما شاء الله، انت لسه طالع. ما شاء الله. طب دي حاجه كويسه جدا. طب قول لي يعني مصطفى اخوك يعني نفسك تبقى زيه؟ طبعا ان شاء الله. وقادر على كده باذن الله، ولا عايز تبقى احسن من مصطفى؟ يلا هوقع مدريد. لا احسن طبعا. طبعا واكيد اخوك يتمنى تبقى احسن منه، مفيش كلام. طيب قول لي انت 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 لعبت سكواش عشان مصطفى كان بيلعبها ولا انت حبيتها؟ لا عشان مصطفى. عشان مصطفى. انت كنت بتحضر معاه التمرين؟ ما خلي بالك الفرق حوالي 7 سنين او 8 سنين. 7 سنين. فانت كنت بتروح معاه وانت معلش لسه صغير. لسه صغير. فحبيت اللعبه من هنا. من ساعه ما مصطفى كان بيشوفه بيلعب وكده كنت بلعب هاند بول في الاول. طب مصطفى اكتف جدا في الملعب، اكتف اكتف يعني اكتف. مش هحتاج اشرح،
انت زيه ولا هادي؟ بارد. حلو قوي. بيجو عندك اهو. قال لك بارد. طب يعني بجد انت اعصابك هاديه والدنيا كده ولا انت زي مصطفى؟ نص نص. شكلك زي مصطفى بس بت يعني شويه. هو مصطفى حماسي خلي بالك. حماسي. حماسي جدا. انت حماسي كده؟ زيه. زيه. احنا عايزينك حماسي. لا مش عايزينك هادي، بارد بس في اللعب. انما من جواك نار طبعا. خليني اقول لكم يعني بيبقى حلو جدا لما يبقى ليك اخ وفرق السن ده كبير وانت تعتبر متبنيه مصطفى. طبعا. يعني انت اللي بتوجهه بياخد رايك بتحضر تمارينه؟ لا يعني جه فترة كنت بلعب معه على طول بالليل يعني فعلا. بحاول يعني بظبط عليه حاجات طبعا لغاية لما يجي وقت كمان يعني هيبقى يعني سنة سنتين هبقى احتاجه بقى اللي هو يعني بقى بالظبط يعني هيبقى تمرينة سهلة هاخده على طول اروح العب معاه. يعني منافسة. قعدت شبه شهرين في عز البطولات كنت باخده بالليل على طول زي يعني جيم كويس ليا مثلا اعمل شوية حاجات عليه اتمرن على شوية حاجات عليه كده. وعايز اقول لك انت فدته. بالظبط. يعني بسم الله ما شاء الله اول سنه 13 سنه ثالث 15 سنه ولسه طالع. لا بقول له هو دايما عنده احسن ان هو يقدمه كمان ان هو يعني من نوع اللعيب الحريف شويه المهاري شويه اللي عايز يتفزدك شويه في الملعب بس يعني بص طلع كل يعني دايما بقول له لا نحافظ على كورتنا شويه الحاجات دي هتيجي مع الوقت. بالظبط يعني التسرع ده هيقل يعني هيأدي ان شاء الله هيتقل في الملعب. طبعا. طب قول يا مصطفى انت عندك بطولات قريب؟ ان شاء الله يعني مسافر ان شاء الله يوم السبت الجاي بسرعة ان شاء الله. بسرعه على طول ان شاء الله على طول. رايح فين؟ انجلترا ان شاء الله اللي هي كناري وولف. كناري وولف ان شاء الله. بثلاث ايام. طيب انت رايح قبل البطوله بقد ايه؟ رايح قبل البطوله هي البطوله تبتدي يوم الثلاث. انت رايح السبت قول يعني ممكن الحد تبتدي اول تمرين يعني حد بالليل كده. يعني انجلترا قريبه فعشان كده رحت متاخر شويه. طب قول لي البطوله دي عارف مين اللي بيشارك فيها؟ ان شاء الله نمره واحد على البطوله بول كول نمره اتنين انا حبيبك ده. انت على طول في القرعه يعني بص انت لعبت بول كوره اكتر من لعيبه المصريين. بالظبط كده. ده يعني بس انت معلم عليه ويمكن مره واحده بس فلت منك بس انت ما شاء الله عملت له يعني مشكله. طيب البطوله يمكن هم يعني بطولات مصنفه ايه يعني هل تصنيفها جولد؟ هي جولد. بطوله كبيره. بطوله كبيره دي هتديك نقاط كويسه. ان شاء الله. ولو تفتكر يا مصطفى احنا لما اتكلمنا مع بعض من سنه هنا قلت لي انا مش باصص للرانك دلوقتي. بالظبط صح. نفس الحاجه برضه بس دلوقتي ابتدت عمليه حسابات سنه صغيره. بس يعني لا الرانك يعني زي ما احنا شايفين هو بول كل نمره واحد على العالم. الموضوع مش بعيد خالص. يعني طبعا كلنا كان متضايقين كمصريين طبعا نمره واحد دي اتشالت مننا طبعا. يعني علي فرج بقى نمره اتنين الشهر ده بس هي مش بعيده خالص. يعني الحمد لله بول كول ده انا لعبته اربع مرات. هو كسب مره انا كسبت ثلاثه. فدايما يعني ده نمره واحد. فلما بص نمره واحد انا كسبانه كده فدايما حاطط عيني عليه اللي هو بس طبعا حاطط عيني على اللي يعني لغايه ما توصل له الثالث الثاني وبس طبعا رامي عيني عليه طبعا. انت داخل على المين دور على طول؟ عشان انت طبعا اول 16 فداخل على المين دور. طيب انت عرفت ممكن مين يبقى في سكتك ولا بتبقى لا لا البطوله ان شاء الله عندي اول ماتش ما بين واحد فرنسي كده نمره 11 على العالم. واحد كويس اسمه جريجوار مارش وان شاء الله كسبت. هلعب جول ميكن ولد من ويلز كده انت عارف كمان هو ما شاء الله متابع. نمره 8 على العالم. وان شاء الله كسبت. هلعب ديجو الياس مصنف نمره 6 على العالم. في طريقك خالص بالكور. لا ما انا يعني هو واحد هو في الطريق وانت في اثنين. هو يعني واحد انا اثنين. بالظبط. تمام. اول وثاني بياخدوا طريقين عكس بعض. بالظبط. طالما مصنف اول على البطوله والثاني. بالظبط. طيب اتمرنت كويس الفتره اللي فاتت؟ يعني انت يمكن ما شاركتش في ماتشات ثاني. هل يعني كان طبعا تمرين كان على مستوى الحمد لله. فتره كانت حلوه يعني مرنت فيها فيتنس سكواش جمعت كل حاجه ظبطنا كل حاجه الحمد لله انا ومدربين يعني. وان شاء الله مستعدين الفتره الجايه تبقى صعبه جدا. كمان عندنا بطولات اللحمه كلها في بعض. بطوله كان يقول دي هنرجع على طول ما فيش يعني رجعت من الطياره يوم بطوله الجمهوريه بعد كده سافرت تاني انجلترا عشان عندنا بطوله بريتش اوبن لانجلترا برضه تاني. بس اللي كانت بتعمل في الشتاء اللي حصل الدنيا بالظبط. وهنرجع الجمهوريه على طول ونروح على انجلترا تاني على طول. وفي بقى هنا في شهر 5 ان شاء الله بطوله العالم هتعمل في متحف الحضاره في الفسطاط هنا. لا امتى دي بطوله العالم؟ بطوله العالم هتعمل فين؟ في متحف الحضاره. متحف الحضاره دي. الحضاره نص شهر كام؟ نص خمسة. في اجنده عندك اجنده؟ لا ده لسه ده في امريكا في شهر 5 اول 5 ان شاء الله بطوله اللي هي بطوله اللي بتعمل في محطه القطر هناك في نيويورك. وبعديها على طول بطوله العالم
هنا في مصر وبعد كده بطوله الجونه في مصر. خبر ابيض شهر خمس. عندك تقريبا كل شهر بطوله تقريبا او يمكن اكتر. ده ثلاثه انت كل اسبوع واول سته كمان بطوله مول العرب اللي هي بطوله الثمانيه اللي انت الكبار. ما شاء الله خدتها السنه اللي فاتت دي كان مشاحل ولعلمك السنه اللي فاتت كانت سنه سعيده عليه. الحمد لله. يمكن مروان انت توقعت مصطفى ياخد بطوله العظماء اللي الثمانيه دول يعني كنت متوقع انه يكسب؟ لا صح هو نفسه كنت متوقع انه يكسب يعني اول مشاركه ليه ودخل ويكسبها وكاصغر لاعب في التاريخ في سنة هو كمان خسر اول ماتش من محمد توان بالظبط خسر اول ماتش صحيح خسر اول ماتش فالموضوع كان صعب. طب قول لي بامانه يعني اكتر حاجه بتعجبك في مصطفى ايه؟ بامانه شايفها حاجه كويسه ان هو حاجه مميزه ان هو جد في الملعب جد واصرار مثلا عنده اصرار عنده اصرار عزيمه كده عنده جوه الملعب جوه الملعب ما بيقاس بيمسك في الجيم للاخر ايوه يا طب قول لي بقى يعني بابا استاذ محمود عسل يعني انا طبعا اعرفه شخصيا وراجل يعني محترم وراجل حابب جدا السكواش ويمكن هو مدربكم على فكره يعني هو اللي بيشرف على تدريبكم بشكل كبير بس هو ما لعبش سكواش بس هو يعني من كتر ما يعني حضر معاكم بقى عنده خبره كبيره جدا. اكتر نصايح بابا بيقولها لك انت ايه؟ اني ما اضيعش كتير ما تضيعش يعني تركز في كورتك ما تستعجلش عليها ايوه دي بابا دايما بيقول لك النصيحه طب بيقول لمصطفى ايه؟ لا مصطفى ما بيقولوش حاجه ولا بيقولوا انت مش عايز تقول يا مروان لا 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 اخره ما تتعصبش في الملعب خليك هادي كده يمكن بتهيألي مصطفى يعني حته الخبرات انت اكتسبت خبرات الفتره اللي فاتت اكيد بدات اهدى كتير بقيت الحماس بتاعت الشباب اللي لسه طالع بدا يبقى في خبره فبدات تعمل سيطره شويه على الخبره بتهيألي الموضوع ده فرق معاك طبعا يعني كان في يعني اللي هو بنشوف الاتجاه بتاع اللعبه عايزه ايه ونروح معاها يعني طبعا ده بيبقى يعني خبره اكتر هدوء اكتر بنحاول ان احنا يعني انا طبيعتي في الملعب بدي اكتر 150% حتى في التمرين ما اقدرش ما اديش اكتر 150% يعني ما اقدرش لو اديت اقل من كده ما اتمرنش اصلا يعني ما يعني في يوم ما كنتش قادر اتحرك ما فيش بتاع لا اروح على اتمرن برضه يعني احب دايما امشي تمريني 100% بعد كده الحاجه الثانيه تيجي بعدين يعني انت مدي الاولويه الاولى في حياتك للتمرين طبعا ما فيش هزار ما فيش هزار في التمرين التمرين يعني جد وبرغم ان انت يعني معلش في سنك يعني بيبقى لسه الناس مش مدركه ده قوي لا عايز يخرج مع اصحابه عايز يروح عايز يسافر لسه بالظبط بس انت من يعني يمكن من سن مروان وانت واخد الدنيا جد من ساعه لما رحت النادي الاهلي طبعا من ساعه لما رحت النادي الاهلي وابتدى خلاص التركيز والنظام الغذائي وتماريني ايه وحاجتي ايه وكده واللي ليا واللي عليا والبطوله دي عايزين ناخدها فوق سني تحت سني عايزين نطلع انت مره شاركت في بطوله 15 جمهوريه و17 خدت ال 17 و19 خدت الاثنين صح فاكر انا فاكر كانت في بلاك بول انا معاك انا معاك على الجروب يا جماعه وشايف يا جماعه ما تهزروش ده انا شايف كل صغيره وكبيره كله موجود كله موجود وكمان عايز يعني مروان مصطفى بيذاكر خصومه بيقعد يعني انا شايفه دلوقتي عمال انا هقابل فلان ده فرنسي عارف مذاكر القرعه ومذاكر وبيقول لك انا بس مش هركز في فلان هركز في انت بتعمل زي كده؟ لا الصراحه ما بذاكرش خصومك ولا يعني عشان الخصوم كتير بتتغير لا الخصوم كان عندنا كتير قوي يعني عندنا بتدي دور من 265 بالظبط فانت هذاكر مين ولا مين انت بتفتكر بس يمكن اقوى 4 5 بس اللي هم مثلا قبل نهائي 8 انما انت في ناس مش هتبقى عارف مين هم بتشوفهم في الملعب هو ده يعني يمكن حاجه طب قول لي يعني لما بتنزل انت عندك 13 سنه ما بتيجي المباراه تنزل تمشي الاول يمين شمال باك وفور والكلام ده كله تبقى خايف الان في سنه خوف سنه بسيطه كده تبقى في سنه خوف مع بدايه الماتش خلي بالك السكواش هي مربط الفرس هو ازاي تتغلب على خوفك هي دي فعلا يعني انت يعني في لعيبه كتير جدا لعبوا وبطلوا عشان ما عرفوش يكسروا خوفهم في السكواش صح انت اتعلمت دي مش قلقان اصل هيحصل ايه لا مش بتخاف ليه يعني انا بسال اللعيب اللي بيخاف يحصل ايه هنزل العب خسرت بالظبط كسبت خسرت بالعكس انا فاكر مصطفى انت وانت صغير قعدت لغايه 15 سنه ما تاخدش بطولات حقيقة. يعني مصطفى قعد لغايه 15 سنه ما خدش بطولات فما شاء الله انت كمان بادئ بدايه كمان احسن من مصطفى طب قول لي انت بتمرن كام ساعه في اليوم يا مروان اربع ساعات ثلاث ساعات كل يوم ما شاء الله مين مدربك كابتن وائل عبد المجيد وكابتن محمود عبد القادر طبعا طيب والتمرين كله بيبقى سكواش يعني هل مثلا بتروح تمشي اكتر بتلعب واحد على الباب بتعمل جيم ورا الحاجات دي اكتر ولا في جيمات بالليل بنلعبها مع كابتن شيرين
لا انا قصدي اقول الوقت الاكتر بتقضيه مع المدرب لوحدك في الملعب ولا بتلعب جيمات وتمشي وزي ما بيقولوا واحد على جيمات كده في كده وكده اه طيب ده فتره الصبح فتره بالليل انت في مره صبح وبالليل ما شاء الله الصبح بتبقى مدربك ايوه وبالليل بيبقى عندنا الجماعي برافو عليك طب انت مش متضايق انت عايز انت سنك صغير برضو لسه مره 13 سنه عايز تخرج عايز تسأل يعني مش متضايق ولا سعيد بالحياه دي لا سعيد بالحياه دي حاجه كويسه جدا ما شاء الله اللي عايز ليه بقول كده لان مش في ناس بتتفرج علينا في شباب وولاد في سنك اه فلما يشوفوا يعني يقول لك الله طب ما بلاقيش وقت الرياضي حارم نفسه من حاجات كتير بالظبط يعني في السن ده عايز يخرج عايز يروح ولا ايه رايك طبعا لا طبعا يعني لو عايز تبقى حاجه في كمان خصوصا يعني في لعبتنا يعني اللي هي السكواش يعني لازم تبقى في يعني تقفل عليك باب الملعب لا منافسه كبيره ابطال العالم كلها فيها عشان يعني لو طلعت من مصر خلاص يبقى انت طلعت على العالم فهتروح تكسب الناس اللي بره هتعمل يعني يعني انا من كلامك مصر هي الاساس طلعت منها بطل هتبقى بطل على مستوى العالم يعني دلوقتي طبعا ابتدينا نتراجع شويه في النسبه مش عارف بس لا اتطورت بره لا ممكن احنا يعني ممكن برضو انا جيلي مثلا كله خد منح دراسيه في امريكا ف يعني اغلب جيلي مثلا ما يعني خلاص لعب سكواش هناك في امريكا فطبعا الفرص يعني الفرص طبعا لما اروح اخش جامعه احسن جامعه في العالم احسن 7 جامعات في العالم طبعا ييل والحاجات دي وكولومبيا والحاجات دي كلها يعني برضو في يعني في بعض من الاهالي برضو يقول لك لا ما انا خليه يتعلم بالسكواش ده طبعا السكواش اداله كنز ان هو يروح هناك مصاريف الجامعه وما ادراك خد سكولارشيب خد منحه بالظبط ملايين الدولارات طبعا 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 فالفكره كلها دلوقتي مثلا يعني في اغلب الناس اللي هو ايه طب انا عايز اخليه يبقى بطل في مصر عشان اخرجه بره عن ده فدي ابتدت تسحب شويه من التركيز بتاع اللعيبه يروح هناك خلاص انا مستوى هناك غير ومضطر ان هو كمان يذاكر بكميه ما كانش هيذاكر بيها هنا في مصر أيوه. فالدنيا ابتدت تقل طبعا مش هيبقى فيه يعني طبعا مش هيبقى فيه الجيل اللي هو يعني انا فاهم من كلامك ان اللاعب اللي بيروح جامعه بره اللي بيفضل في مصر احتكاكه وتركيزه وتمرينه اقوى اللي بيفضل اللي هو يعني اللي بيفضل هنا يبقى هو 100% عايز يركز ان هو هيبقى بطل السكواش وهيبقى هناك ممكن حالات نادره بس مش الاساس يمكن علي فرج ولا مين اللي رجع من جامعه هارفرد علي صح علي مثلا كان بطل علي ورجع تاني وصح مش كده رجع اول بس قصدي اقول لك انه لما راح مستواه نزل بالظبط هو يعني اكسبشن حاله ممكن تحصل في ما عندنا يوسف ابراهيم برده عن 23 سنه حالات نادره قوي اللي هي تحصل مع ان في ناس كتير جدا هناك بس كله خلاص تركيز يعني هناك بقى انا رايح لغرض المذاكره اكاديميك مذاكره وجامعه واخد شهاده كبيره بالظبط انما بتاخد من سكواش انما اللي بيقعد بقى قليل بالظبط المفروض يعني يكون في مساعدات هنا يعني ان هو يعني يكمل في بالظبط ويخش يعني الرياضه بتاعته يكملها على اكمل وجه يعني بس خليني اقول لك برضو ان السكواش على قد ما هو يعني ناس فاكره انه لعبه سهله او لعبه مش منتشره لا السكواش صعب قوي انت بتقول دلوقتي 13 سنه بيبتدي من دور 256 يعني في سنك بنتكلم في ده اللي بيخش في البطوله لا ده انت ممكن يكون في سنك في مثلا بتاع 800 900 لاعب وتطلع 300 900 تانيين يعني بنتكلم في من 13 ل 15 بنتكلم في 2000 3000 لاعب طبعا منافسه صعبه جدا منافسه صعبه وعايزه تركيز وعايزه شغل يعني الموضوع صعب يعني مش ومكلف طبعا كوش لعب مكلفه جدا طبعا يعني البرايفت والشغل والتمرين طب قول انا عايز اتكلم في الناحيه الفنيه يمكن الناحيه الفنيه مهمه بس الناحيه البدنيه مهمه برضه انت بتتمرن فيتنس يا مروان طبعا كم يوم في الاسبوع؟ ست ايام بنتحايل عليه والله والله تحايل عليه عشان تتمرن في فيتنس انت عايز تلعب سكواش على طول عايز المضرب فين؟ طب ما تودوه فيتنس وهو ماسك المضرب برضه هعمل زي اللعيب عامل زي اللعيب اللي هو عايز انا اخش ماتش على طول يا ابني اتمرن مفيش عايز العب ماتش بس عاجبني مصطفى احنا بنتحايل عليه والله كابتن ست ايام بنتحايل على شنو لا ده ممكن يعيط لنا بالليل مش لا لا مش يعمل لنا كده بقى ايوه والله يا ابني عايز يروح يلعب نزلني ماتش مش هزهق نزلني ماتش انما تحطني في تمرين بس على فكره ده طبيعي يعني في السن ده 13 سنه ما بيحبش الفيتنس لا عايز بس لما هيكبر انت مش هتجيبه بقى انا دلوقتي اجباري قبل ما اعمل اي حاجه هو في ساعه عجله في اليوم يعني قبل اي حاجه يعني دي قبل اي حاجه انا قبل ما اجي هنا يعني ساعه عجله في البيت عندك
عندك عجله في البيت اهو، وبنزل الجيم على طول لو انا هنا وهنا، هي ساعه اجباري. شوف بقى ايه تقوي رجليك الاماميات ايه اللي بعدين، عشان لو اليوم حصل فيه لا قدر الله اي حاجه، يعني مثلا نسكوش مثلا ما كانش اللي هو 100% دي تعوضها. برافو. الناحيه البدنيه مهمه جدا في السكواش. طب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا عن السكواش، عندنا كتير نتكلم عنه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. مصطفى، يمكن 2021 2021 كانت سنه سعيده عليك، وكان ما شاء الله بدايه العالم كله يعرفك. خلينا نتذكر كده، نتذكر البطولات اللي انت يعني ناخد سنه يعني لا سوري ناخد شهر شهر، نمشي كده في سنه 21 نشوف ايه ابرز المحطات اللي انت حاسس ان هي كانت ليها دور كبير جدا في 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 مشوارك. لا طبعا كان بدايتها ماتش بول كول في الاهرام، بطوله الاهرام وصلت فيها دور الاربعه، كان هو ساعتها نمره 4 العالم او نمره 3 العالم. كان شهر 10 2020، بعد كده ابتدت بقى خلاص اللي هو سيمي فاينالات. بعد كده دخلت على كسبت بالكور، كسبته ثلاث مرات. دي اول مره تكسبه فيها؟ ثالث مره كسبته، كنت كسبت البطوله دي اللي هي بتاعه امريكا، كان في دور الثمانيه. هو كان لسه راجع كسبان، هو كان لسه كسبان البطوله من يعني كسبان بطوله انجلترا المفتوحه، وكان بطوله كبيره قوي. كان جاي طبعا هو كل في الكل، فالحمد لله يعني ساعتها كنت دور الثمانيه كسبته. كان ساعتها دي كان البطوله دي كانت في شهر 10 بطوله 2021 شهر 10، كسبت ساعتها بطوله امريكا المفتوحه، كانت بطوله كبيره طبعا. بس قبليها كان العظماء بقى الثمانيه، وكان قبليها كان العظماء الثمانيه في شهر 6، دي كانت كبيره، دي كانت كبيره قوي. دي ميزتها ان انت ما كانش حد متوقع. حلوه يعني بعد كده الناس رايحه حطك في الصوره، بس انا رايي انا المولد الحقيقي ليك اللي قلت انا مصطفى عسل انا هنا، هو انا مش جاي اهزر، العظماء. لا العظماء انا داخل اصلا الحمد لله، اللي هو الحمد لله انا دخلت وقعت في مجموعه صعبه جدا. انت اصلا داخل بصعوبه. لا علي فرج ومحمد الشرباجي ومروان الشرباجي، يعني ما فيش مجموعه اسوء من كده، فكانت صدمه. بس الحمد لله انا دخلت، وكمان الشعور ان انا هنا بلعب في جنب بيتي برضو. أيوة. اكتوبر وجماهير النادي الاهلي. لا وخلي بالك برضه كلها بالذات النادي الاهلي. كان موجود ممثل عنهم، كان طبعا. لا لا مش الجرح تقريبا. كان شعور تاني، يعني شعور تاني، حاسس انا بقى فعلا في بيتي. بالظبط. كان شعور حلو، والجمهور وكله جاي والناس كلها، حتى في الماتشات بتاعتي كان الساعه 12 بالليل و1 بالليل، والمدرجات برضه مليانه، فكان شعور لذيذ يعني. حلو. طب انت تابعت الماتشات دي؟ تابعت الماتشات دي؟ كنت الجمهور كل مره، كل ماتش كنت بتروح الملعب وبتشجع درجه ثالثه مش هزار لاخوك طبعا. طيب وشايف احلى ماتش لعبه مصطفى ايه في بطوله العظماء دي؟ احلى ماتش انت من وجهه نظرك انت؟ احلى ماتش طلعت مبسوط كده قلت يا ده مصطفى النهارده يعني؟ ماتش طارق مؤمن صح؟ ده كان احلى فعلا. ماتش كان احلى ماتش فعلا. كان ماتش فيه اثاره كده، كان فيه اثاره. طيب و يعني نقول مثلا بطوله، نروح على البطولات اللي بعد كده، يعني بطوله العظماء خلاص، نروح على البطولات طول السنه. شايف احلى ماتش في الماتشات اللي فاتت دي القريبه، احلى ماتش بقى على الاطلاق في كل البطولات لمصطفى؟ ماتش ابو الغار. ايه قصته ده؟ ده ماتش كان في بطوله امريكا المفتوحه، لا بطوله بطوله اللي هي اللي بتعمل في المجمع الاطوره وكده، ملعب شيكاغو باين او حاجه زي كده، في نيويورك. نيويورك في جراند سنترال هناك. البطوله ما كنتش متوقعها خالص، رايح عشان كنت تعبان جدا، ولعبت محمود ابو الغار، كان ساعتها نمره 6 العالم او حاجه زي كده، وانا كنت بعيد، كنت حاجه 20 لسه بادئ مشوارك. كان عامل زي كده، كسبت الماتش 3-1. هو عاجبه الماتش ده ان هو كان مش فارقه معايا، فكنت عمال يعني فنيات بقى. لا فنيات من اي حته، يعني الكوره اعملها كده تنزل، الكوره تعملها كده تموت. طب ايه السبب؟ كنت رايق ومش عليا ضغوطات وتعبان وكل حاجه، فهو عجبه الماتش ده قوي. يعني انت رايك ليه؟ عشان كانش فيه ضغط ان هو حاسس ان هو يكسب؟ مفيش ضغط، وبيلعب يعني ما بيلعبش على الحكم زي ما يقول كده. عجبك الماتش ده؟ خلي بالك يعني برضو دي رؤيه لاعب سكواش يعني، وبيتمنى لك الخير. طب خلي بالك هنا بتيجي الايه الرؤيه انه حاسس الماتش حلو، يعني يمكن انت ما تحسش بده اكتر. صح. اخوك ممكن يحس بيك. تمام. طيب قول لي، يعني يمكن كان في مدربين ليك يعني لهم دور كبير ليك في مشوارك، عمرك ما تنساهم، دايما مدين ليهم بالفضل، ونفس الكلام بالنسبه لمروان على مشواره ده. بس خليني اسالك الاول يا مصطفى، مين المدربين اللي انت شايف ان هم ليهم دور كبير جدا، سواء سكواش او فيتنس الاثنين؟ يعني لا يعني
من اول لما بدات طبعا مدربين كتير جدا يعني، من اول ما بدات يعني كابتن اكرامي مثلا في دجله دلوقتي، وبرده كابتن ولع مجيد وناس، مش عايز انسى حد الصراحه يعني. وكمان الطفره بقى اللي كانت في دي، كانت في الناشئين طفره، كانت في الرجال طبعا يعني كابتن محمود عبد القادر برضو، كان في مرحله كابتن احمد حسني لا يعني الناس دي يعني طلعتني في حته تانية خالص. طبعا كابتن محمد عباس بقى لي مع 9 سنين، برضو كابتن محمود عباس 6 سنين، دي ارقام كبيره ولا وجريت بسرعه ما حسيتش بيها يعني. انا داخل الاهلي يعني بقى لي 7 سنين في الاهلي، مش حاسس ان هو اكنه اول يوم لسه، مش حاسس ان انا قعدت فعلا كل ده. ف لا طبعا يعني بحب طبعا اشكر الدعم الكبير من مجلس اداره طبعا على اعلى مستوى يعني، كابتن محمود الخطيب وكابتن خالد مرتجي وكل المجلس كله في يعني في المكسب وبرده في الخساره كله في ظهري على طول يعني، مش قادر اقول حاجه ثانيه. انت تتحب، انت حبوب يا مصطفى يعني. انت بجد، لا بجد والله يعني، انت ولد يعني انا اعرفك من قبل الاعلام والميديا وبحضر تمارينك وكده، انت ولد يعني اللي يتفرج عليك يعني يحبك، تحس ان هو ابنه واخوه صاحبه يعني، تحس ان انت واحد منا يعني، واحد منا، يمكن بشرتك شكلك تحس انت واحد منا يعني. بس خليني برضو نفس الكلام، انت طبعا سنك صغير يا مروان، لسه ما شاء الله لسه العمر قدامك يا رب ان شاء الله، وتبقى بطل انت باذن الله، انت ومصطفى تبقوا اول وثاني العالم، او يعني تبقوا بتنافسوا على كده. خلينا فاكرين ده باذن الله. مين المدربين اللي انت فاكرهم؟ عمي كابتن ابراهيم، وكابتن وائل عبد المجيد، وكابتن محمود عبد القادر، وكابتن فيتلس كابتن محمود عبد الغني. دول اللي انت بتحب تتمرن معاهم. طب احنا لو في اول وتاني على العالم وما بين كنتوا الاثنين، تحب مين يبقى اول ومين تاني؟ سؤال صعب. لا دي بقى على حسب يعني، انا دايما بقول له على حسب ايه، زي ما تيجي. لا طبعا يعني كمان عايز اشكر عمي ابراهيم عسل، هو اللي معلمني سكوش انا وهو، وعلم الجيل بتاعي كله يعني، الجيل انا في سني ده كان نادي الجزيره. يعني الصراحه علمنا زي، طبعا انا كنت في الاول اللي هو امسك المضرب واقف، طبعا دي اصعب حاجه كرة طبعا أصلاً. انا بلعب كوره، ان هو يجيبني لك تعالى عند 14 سنه تعالى العب سكواش يمكن تفلح طبعاً. صح سبحان الله، نصيب فضل كبير قوي يعني. يعني طبعا وقف ورايا بشكل كبير جدا في التمرين، وطبعا بابايا ومامتي يعني في كل حاجه، مش طبعاً في التمرين بس، جامعه مدرسه يعني، مدرسه سكواش كله يعني الحمد لله. صحيح، وعايز اقول لك كمان انه باباك، انا حضرت معاه مره ماتشات يعني وهو بيتفرج عليك وبتاع، لا انا جالي العصبي بصراحه. لا انا جالي العصبي يا استاذ محمود بصراحه، لا قمه التوتر اللي في الدنيا انا اشفقت عليه. هو في ايه يا جماعه؟ لا بيلعب بره كانكم بتتعبوا. لا مش شفتوش مع ده بقى شخصيه مين معاه؟ ها مروان طبعا عشان صغير. لا لا اخر العنقود. لا لا اخر العنقود بقى. بس هو ده ممكن مثلا يكون كسبان 10-0 ونقصه نقطه، لا هو ممكن يعني، لا انا عايز اخلصها بالشكل المعين يبقى منطق حلو. فلسه بقى يا مروان ارحم باباك قاعد بره. ارحم باباك واخوك. انا عايز اقول لك انه بس هقول لك عشان سنه لسه صغير بالظبط، لسه مجبر طبعا. يعني يمكن هو مش يعني حته، خلي بالك 13 سنه يعني لسه جهازه العصبي ما اكتملش يعني، لسه مش هتكلم بقى على الفيزيكال، لا ده العصبي ما اكتملش. وخلي بالك يا مروان السكواش بيحصل ضغط عصبي على اللاعب، وهو يا حبيبي لسه صغير. انا بشوف بنات واولاد بيطلعوا من الملعب 11 سنه بيعيطوا بينهاروا. طبعا يا جماعه مش اي حد يتحمل، شفناها كتير. كتير. انا كنت بخش ماتشات البطولات الاسكواش الاقي على جنبي الناس بتعيط ولازم بتعيط ناس بتعيط. وفي ايه؟ وفي ايه يا جماعه؟ لان فعلا لا انا بشفق عليكم يا جماعه. طب مش كده بالراحه، وتلاقي ساعات اب ماسك ابنه ولا ام ماسكه بنتها، انت ازاي تعمل؟ وهي يا حبيبتي لسه صغيره مش فاهمه. مهما كان، ما هو مكسب يفرح. اي خساره تزعق. وغير كده بيبقى يا حبيبي العيل لسه جهازه العصبي ما اكتملش. صح. طب انت عمر باباك زعل منك في مباراه، عنفك في مباراه، زعلت انت طالع بتقلب نفسك جامد؟ هو دلوقتي لا، بس طبعا من زمان طبعا يعني، مثلا واحد ما كانش بيأدي اللي عليه او مثلا بيعمل، بس دلوقتي الحمد لله الواحد بيأدي اللي عليه كله بقى خلاص. يعني خلاص على يعني هخش ادي اللي عليا. لا خلاص انت كبرت دلوقتي بتاعت ربنا. طبعا خلاص، بس خلاص ده بالعكس، ده هو دلوقتي شيل عليك الضغط بالظبط، لانه عارف انت نفسك بتأنب نفسك ازاي بالظبط. يمكن مروان عشان انت لسه برضه بيتشكل شخصيته بالظبط، فيمكن هو محتاج باباك اكتر بالظبط، لكن دلوقتي انت طبعا محتاج له كل شيء ولكن بشكل اخر بالظبط، بدنيا ثانيه. نفسي يتلقى عنك صدمات، يدافع عنك في امور بالزبط. لما يحصل عليك هجوم بشكل او اخر، ولكن يبقى انما هنا بقى مروان محتاج يعني يكون شخصيته. طب قول لي يا مروان، يعني يمكن
من الحاجات اللي الواحد يعني دايما بيحطها في اعتباره في السكواش انه عايز يسافر بره، عايز يلعب بره. وزي ما قال مصطفى في الاول، انا بلعب هنا اصلا مش عشان بس يبقى محلي. انت سافرت بطولات بره؟ لا، كورونا جت، كان عندنا بريتش اوبن، كنت المفروض كورونا جت صح، كنت العبها في انجلترا فمفيش نصيب. بس ممكن تروح ب 15. يعني انت لسه ليا سنتين. انت لسه لك سنتين في 15، فممكن يعني يمكن بعد كورونا خلاص كل الدول رفعت يعني مثلا يعني السنه دي لو في بريتش هسافر. هتسافر ان شاء الله، بس لازم تحافظ على الرانك بتاعك. طبعا خلي بالك ان البريتش بيبقى ليها تصفيات في المنتخب. ايوه طبعا، يعني انت حتى لو رانك كان كويس بس انا لو اول او تاني بره التصفيات دي فعلا، لان انت بتبقى محتاج ان انت تروح، لان المنتخب بيعملوا بيجيبوا اللعيبه وتعملوا تصفيات، بس بالتالي طالما انت اول تاني خلاص. خلاص انت بره الكلام ده. طيب مين اللي اكتر ناس بينافسوك في سنك يا مروان؟ يعني في اسامي انت حافظها شفتها؟ هنقول في سنك، بلاش تقول اللي اكبر منك بسنتين، لان انت دلوقتي بتلعب في اكبر منك بسنتين او اكبر منك بسنه، مش هنقول اللي اكبر منك بسنه، هنقول نفس سنك. نفس سني سيف الفاعي معانا في النادي الاهلي وكريس. كريس هو عارف كريس مين؟ كريس فين؟ كريس عبير في الدجله. بيكلمنا بس انا عارف، بس انا قلت له على الجروب فهو يمكن فاهم بقى ان انا العب نادي دجله. بس بيقول لك كريس ساكت، هو يمكن فاكرني بقى بيلعب في نادي دجله. لعب في نادي دجله ايوه. ومين تاني كمان؟ ما فيش يمكن 2 3 ما هو، لان هو يعني هو تلاقي. لا انت حافظه. انا حافظه. انت حافظه وبتحضر ماتشاته؟ لا حافظتهم خلاص، حافظت اللي فوقيه واللي تحتيه وده محتاج ايه وده خلاص يعني. انا عاجبني ما شاء الله فيك يا مصطفى، انت مركز يعني. يعني انت ممكن لقطه تلقطها تركز. بالظبط. لعلمك بيفرق من لاعب والتاني هو التركيز. صح. طب انت بتشتغل على نفسك منت يا مصطفى؟ طبعا. ازاي؟ معايا واحد في ايرلندا شغالين انا وهو منتل يعني. بتعملوا اديني كده جلسه، بتعملوا سيشن مع بعض بتعملوا يعني ايه؟ يعني مثلا بنتكلم عادي خالص، بحكي له ايه اللي بيحصل الفتره اللي فاتت مثلا، ازاي بقى كنترول بقى الحاجات دي، الضغط بتاع الماتشات. بيدردش معاك عادي؟ الضغط عامه في الحياه عادي خالص يعني. ازمه عندك يعني؟ بالظبط يعني الدنيا بتبقى يوصل معاك لحل. طبعا يعني يعني الحمد لله كمان الموضوع ده يعني كان برضو عند اللعيبه، في لعيب شويه لعيبه اللي هو مش مقتنع بيه كتير مش مقتنع. بيقول لك هو انا مجنون؟ انا واحد منهم كنت بقول كده. بس بعد كده طبعا مع الظروف يعني المحيطه طبعا، عشان توصل او محتاج منتال كوتش عشان يساعدك. بالظبط اكيد لما حدش هيوصل للطريق القمه كده وهو مثلا مش يعني محدش مثلا بيحبه او مثلا لا لازم هيبقى ليه خاصة ان انت برضو يعني في ضغوط كتير. في ضغوط بتجيلك من عايز تبقى كويس، في ضغوط جايالك من حكام بالزبط. في ضغوط جايالك من منافسين، ولا منافسين عندهم 30 سنة او مثلا عندهم 28 سنة كلهم في اكبر. صحيح. الموضوع برضو يعني ساعات مثلا انا كنت قبل كده مثلا لا هو اكبر مني بكتير قوي، يعني ازاي ان انا اوصل ان انا اقدر ان انا اتعامل معاه والعب معاه عادي من غير الرهبه بتاعتك. بتتفرج عليه زي مروان كده، فرق السن بينك وبينه بالزبط. هو بيتفرج عليك. لا انت فجاه بقيت بنفسه بالزبط. اللي انت بتقول عمرك بتتفرج عليه بالزبط. دي كانت محتاجه منك. انا عارف ان هو ضغط اكبر على اللعيب التاني، بس انا برضو لازم اوصل عشان الرهبه اللي في الاول دي تخليني ما اعرفش العب. كان في الاول يعني واشتغلت عليها. الحمد لله. وازاي تكسر الحاجه دي، وازاي تعمل ايه في الملعب عشان ده يخليك ما تحسش بيها. طبعا السكواش محتاج كتير منتال ودربين سكواش وفتنس وفيزيو كله. تمام. طيب خلينا نطلع لفاصل يا مصطفى ونرجع نكمل كلامنا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. عندنا كتير عن السكواش، اللي حابب واللي مهتم بالسكواش يتفرج علينا، وعندنا حاجات كتير ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اجي لك يا مروان، احنا كنت بكلم مع مصطفى قبل الفاصل عن المنتال، شغل الذهني. هل انت شغال على الموضوع ده دلوقتي ولا لسه مش دلوقتي؟ لا لسه مش دلوقتي. ما بداتش حتى تتواصل مع كوتش؟ ما بداتش تتكلم معاه؟ بس هو يمكن باباك اكتر بتتكلم معاه. بابا انا طبعا مر بالخبرات دي مع مصطفى فبين الهاله. طيب قول يعني، خلينا نتكلم عن التدريب الناحيه بقى بره الملعب. يعني انت راجل دلوقتي عندك مباراه 6 ايام في الاسبوع مينيمم، بتحب تعمل ايه تاني غير السكواش؟ هو يوم واحد بس في الاسبوع اللي بخرج فيه يعني. بتلعب بلاي ستيشن ولا بتعمل ايه؟ بلعب بلاي ستيشن. اكسب عندي بس انا ابني في نفس سنك فبرضه بيلعب. انت 2008 2009 صح؟ ايوه 2008 فهو نفس سنك، فهو في الفراغ بيلعب بلاي ستيشن. بتحب تلعب ايه في بلاي ستيشن؟ فيفا. كوره؟
طبعا ده انا وبتلعب كره بس في سكواش في بلاي ستيشن؟ لا مفيش. طب في طب الباسكت تلعبوش ليه؟ في بس كل الحاجات دي فيها بس في بس الفيفا مش طبيعيه. تلعب بقى ايه؟ بتلعب في صحابك بيقول لك البيت ولا اونلاين ولا بتلعب ايه؟ بلعب اونلاين. لعيب كويس يعني؟ هشد عليه المره الجايه. انت هو بيلعب احسن منك ولا انت؟ لا لا انا كنت بلعب فتره محترفين فعلا. يعني انا بطل بقالي صدف على العالم صدف على فكره والله. والله في الفيفا بلاي ستيشن انت ايه يعني بنخش بطولاتنا يعني مثلا احنا عندنا كل اسبوع مثلا ان هو بطوله مثلا من 20 ماتش مثلا بكل اسبوع بيبقى كده فبيبقى في 10 ماتشات مؤهله وفي 20 ماتش مثلا انا الحمد لله بكسب 18 مثلا فدي بتبقى ارقام يعني مثلا ما حاولتش تخش على فكره دي في بطولات عالميه انا ما فكرتش تخش بطوله من دي ما فكرتش بس يعني انا في ليفل اللي هو يعني ممكن استريم وابقى يوتيوبر وكده وبالظبط بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بص اقفلها لك من ناحيتين هتلعبوا بلاي ستيشن هتخسر انا اللي دخلت القصه هو لا هو اللي دخلك وعلمك شفت في الاثنين شفت على فكره الايام هتمر وهترجع في يوم من الايام يا رب ان شاء الله اديك الصحه وطول العمر هتقول ان مصطفى وهنقعد القعده دي وخليك فاكرها هتقول مصطفى كان ليه فضل عليا كبير طبعا ربنا يدي الصحه لبابا وطول العمر وهو الاساس فيكم انتوا الاثنين ولكن لما بيبقى الفرق كبير بين الاخين بيبقى الاخ في مقام الاب صدقني في يوم من الايام هتقول كده الحقيقه طب خلينا مصطفى انت بقى بره غير البلاي ستيشن بتعمل ايه؟ لا عادي يعني يعني مثلا ليا الصراحه يعني خميس وجمعه كده الجمعه دي بيبقى يعني الوجبه مثلا اللي هي بتبقى الفري ميل بتاعتي بالظبط بتاعت الاسبوع بتبقى يوم راحه كده دي بتبقى كل يعني بفكر في البادل دي بتروح تلعب بادل ولا بروح العب بادل بروح العب بادل بس خليني اقول لك البادل دي هي ميكس ما بين التنس والسكواش عجبتك بنلعب انا واحمد حسني ومحمود عبد القادر والله بتلعبوا فين بنلعب يعني ملاعبها فين ساعات بنلعب هنا في اكتوبر وفي ملعب كتير قوي فتح في اكتوبر 63 ملعب مثلا بقى في اكتوبر بادل حلو اتوسعت جدا في مصر يعني حلوه لعبه ممتعه بجد انا يعني مثلا انا احب الحاجه اللي هي مثلا ايه اعرق فيها واروح واجي بس هي دي ما تعرقش قوي عشان بس طبعا لو بتلعب مع ناس سكوش يعني ناس من السكوش لا هتروح وتيجي وتلعب بالظبط يعني شايف اللعبه دي ممكن تبقى ليها دور قدام يعني ممكن انتشرت في مصر وليها بطوله واحنا غطيناها في مره في برنامج الابطال بس شايف اللعبه دي ممكن يبقى ليها دور عالميا ممكن الناس لان هي اللي بيلعب تنس بيلعبها واللي بيلعب شوش وهي كمان منتشره جدا في اسبانيا فعلا هي بدل هي البدايه بتاعتها في اسبانيا فهي بس لسه امريكا ما دخلتش ولا ملعب لسه ولا ملعب والله مش بعيد ان هي لعبه اولمبيه والسكواش ما دخلش اولمبيه لا دي دخلت اولمبيه والله العظيم مش عارف ازاي انا بلاقي العاب والله بجد مره العاب غريبه جدا العاب مش ممكن اتخيل انها تبقى في الاولمبيات والسكواش ما بيخش بس يمكن بعد ما لعيبه امريكا وانجلترا لا طلعوا بشكل كبير يعني هتلاقي عندنا دلوقتي اثنين في السيدات من امريكا دي كانت حدث برضو بالظبط بول كولب نمره واحد على العالم الحاجات دي كلها بس خلي بالك بول كولب بطل عالم دلوقتي عشان هو ما بيسيبش بطوله لا هو ما بيسيبش حاجه انا بجد كل ما ابص في اي بطوله سكواش الاقيه بطوله ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 انا هتلاقيه في اي حته انا ببص الاقيه هو ما شاء الله جسمانيا قوي قوي والدروب تنفعه لان هو بيروح على 16 من دروب طب فبول كول الحقيقه غيركم ما بيلعبناش يعني يعني انتوا بتسلكت البطولات هو بالنسبه له بسم الله ما شاء الله يعني واضح اي بطوله موجوده في اي حته انا رايح فهو بيجمع نقط اكتر منه طبعا بس لما هيقابل الفيصل الحقيقي البطل زي ده لما يقابل المصريين بالظبط بس المشكله ان هو يعني مثلا يعني احنا مثلا انا الفتره اللي فاتت دي انا لاعب طارق مؤمن او انا لاعب علي فرج يعني احنا الاثنين طبعا بنبذل كل حاجه كل حاجه كل حاجه عشان نوصل الفاينل فهو يبقى جاي الناحيه الثانيه كده ايه طب القرعه بتخدمه ولا ما هو جاي مريح ولا بتحس ان ممكن يكون يعني انت خلاص خلينا نقول قرعه لا هي قرعه خلينا نقول قرعه القرعه بتخدمه طبعا انتوا المصريين بيقعدوا في طريق بعض بالظبط فبنخلص على بعض خالص خلصوا على بعض حتى اللي طلع كسبان خلصان لا اللي يعني لو نعدنا كمصريين كده اللي هو اللي هيعدي الليفل الجاي خلاص كده هو عدي ليفل ممكن يمشي معانا انا هو نروح ونسيبها خالص دخل على ليفل الوحش يعني خلاص انا يا ابني مش انا كسبان بس انا مش هكمل انا مش قادر بالظبط طيب هو يعني اللي قصدي اقول لك ان ده ممكن يبقى فتره بالظبط فتره يعني ايه يعني ممكن تخدمه بطوله 2 3 انما اللونج ران لا اللي هيبقى الكفاءه لل انا اتوقع هتبقى المصريين لا ان شاء الله مش كتير
مش هقعد كتير يعني. هي ممكن شهرين ثلاثة ونجيبها تاني يعني. يعني عيب علينا لما كنا نمره 2 نمره 3 نمره 4 نمره 5 مصريين ونمره 1. طب قول لي يا مصطفى برضو ما ينفعش ما نتكلمش عن يوسف سليمان. يوسف لعيب زميلك في نادي الاهلي وولد مجتهد جدا وبيسعى يعني. شايف يوسف، شايف دلوقتي ما شاء الله بقى في ال 15 رانك العالمي ال 15، شايفه ايه؟ شايف يوسف ايه؟ لا يوسف طبعا لعيب جامد جدا، لعيب اضافه كبيره جدا لاي نادي صراحه. يعني طبعا بطولات بتبقى على اعلى مستوى هو بيقدم فيها، يعني بيبقى قريب جدا من الناس، ممكن ما يعني ما بيحفوش الحظ شويه، ممكن ماتشات بتبقى 3-2 مثلا بخسانه 11-9 مثلا. طب بيتمرنوا مع بعض في النادي؟ طبعا. بس هو مشكله ان هو برضه في انجلترا، دراسته في انجلترا شويه، فهو بيجي على الدوري طبعا فالدنيا بتكون صعبه شويه. بس الفتره اللي في مصر انتوا مع بعض بالظبط. يعني لا يوسف يعني هو دايما كان تحت 19، انا مثلا تحت 15، فهو على طول كابتن الفريق بتاعي في ال يعني هو اكبر منه. طبعا يعني في السفريات مثلا هي بتبقى زي بطوله البريتش اوبن، هو انجلترا المفتوحه الصغيره وكده بالظبط. فيعني دايما يعني قريبين يعني. طيب قول يا مروان، انت يعني باستثناء مصطفى، يعني طلع مصطفى بره الايكويشن خالص، انت مين ماسك القعده؟ رامي عاشور. ده قعد يمكن 65 مباراه ما يخسرش، صح؟ انا فاكر الرقم حاجه كده، حاجه 60 مباراه متتاليه يعني. رامي عمل ريكورد كده. طب ايه اللي في رامي حاسه يعني؟ ايه اللي في رامي عاجبك؟ الفنيات. فنيات. فنيات. بس خلي بالك رامي فنان، هو بيقول لك يعني، حتى بيقولوا لي في الكنترول كان بيرسم بالمضرب في الملعب. وكمان كان عنده ناحيه بدنيه كويسه. انت فاكر ما شاء الله دلوقتي بقى مغني كبير. طب انت فاكر فنان في كل حاجه. ما شاء الله. على فكره انا مش عارف ايه رابطه الاسكواش بالغنى، يعني احمد براده برده خلص ورامي دلوقتي، ويمكن انت لما تخلص تغني انت كمان، انا مش عارف. هو اربع حيطان بقى قاعد فيهم يعني في رابطه ما بين الغنى. ليه انا بقول يمكن لان اللعيب الاسكواش فنان طبعا. يعني مبتكر في الملعب، والملعب كل ما صغر الملعب الكور بتاعته وليه ازاي طريقته وليه كل لعيب سكواش ليه طريقه. يعني مفيش واحد يعني تلاقي ده مختلف عن ده وده مختلف عن ده. مفيش مثلا زي الكوره مثلا اللي هي هلعب 4-3-3 4-2 كده. لا ده هنا بقى مثلا كل لعيب ليه حاجه مختلفه، ليه كوره مختلفه، ليه حاجات مختلفه، بصمته وشخصيته في الملعب. بالظبط. صحيح فعلا كلامك صح. بالزبط. يعني انا لما تتفرج على واحد والتاني الدنيا مختلفة. اتفرج على مصطفى، اتفرج على رامي عاشور حاجة تانية، هشام اخوه كان حاجة تالتة. بالزبط. كل الناس بول كول حاجة تانية خالص. بالظبط. يعني مفيش فنيات بس طبعا بيجري لغاية لما يعني يجري لغاية لما نمشي احنا في الثانية. صحيح. مصطفى طبعا الحلقة مرت بسرعة، بس انا سعيد بيك وحاسس قد ايه انت من جواك اكتف وجاهز للفترة الجاية. الفترة الجاية محتاجة منك شغل كبير. ربنا يوفقك. كفاية بس الدعم بتاع والله قناة النادي الاهلي ومجلس ادارة، و يعني مجهود كبير جدا، و يعني كل حاجه بتطلب احنا في ظهرك، احنا عايزينك بس تكسب وتشرفنا كالعاده. بشكرك مصطفى، نورتيني وشرفتني طبعا، ومزيد من التوفيق. التوفيق النادي الاهلي هيلعب يوم السبت مع سان داونز. يا ولد ايوه كده مروان. ان شاء الله اتفرج على الماتش. ان شاء الله. ان شاء الله ثلاثه كمان اهو. بس خلاص اهو مروان قال لنا على الهوا ان شاء الله ماتش سان داونز اللي هناك هيخلص ثلاثه للاهلي ان شاء الله. وعلى فكره لو جت هطلع لك الحلقه الجايه ان شاء الله، والنتيجه طلعت كده هطلع لك باذن الله وان شاء الله نكسب. لو بس لو نتيجه زي ما انت قلت ان شاء الله هطلعها لك في الحلقه اللي جايه ان شاء الله. مروان نورتني وشرفتني يا حبيبي، كل التوفيق ليك وان شاء الله تبقى بطل كبير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده مع الاخوين عسل. انتظرونا في الحلقات الجديده مع الابطال نجوم كتار، انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.